ديال البقعة ديال بنتي دفعتها بنتي تيو تحسيد رئيس البلدية بأن ما هو الملك ماشي ديال اللي بينا الملك مالك الدولة وهاد المافيا هادو اللي كيبيعوا راه كيبيعوا من 2000 من 2000 باش كيبيعوا هاد الأرض كيف يعقل باش كيفاش باش كيبيعوا الناس كنطلب من جلالة الملك الله ينصرو يكون تحقيق بهاد الملف المشكل ديالي يا ولدي انا شرينا ارض كنقولوا باش نبنيو ونستقروا ويكونوا الاولاد في المستقبل ديالهم شرينا ارض ارض خرجت لنا هي بان ما هي ملك الدوله واش واحد انسان شرى العقد ديال العدل والعدول كيشهدوا بان البناء صالحه للبناء واليوم خرجت بان لا صالحه للبناء ملك الدوله من 2016 بنت الفضيحه بان مالك الدوله في اعلان مالك الدوله كيفاش حتى كتبها هاد العدلين وكيفاش حتى سجلوها وتسجلات تخلصت الضريبه في الاخر كيحبسنا البلديه كتقول لي كاودي مالك الدوله فعلا انا البلديه ما درتش لان مالك الدوله من حقهم ما غاديش يعطيو وكاينين الناس في 2000 وهاد المافيا هادو اللي كيبيعوا راه كيبيعوا من 2000 من 2000 باش كيبيعوا هاد الارض كيف يعقل باش كيفاش باش كيبيعوا الناس راه عده الشكايات في الاستئناف في الابتدائيه وزاره العدل النيابه العامه جميع البيبان صفتنا لهم كيفاش حتى كتتباع هاد الملكيه الله اعلم الحكم كتحكم محكمه عليه هو بالحبس يدوز الحبس كيخرج العدال كيضربوا على راسهم ما باطش تحكم عليهم المحكمه العدول كيخرجوا براءة لكل شيء المافيا ديال العقار خرجت بينها براءة فيها العدول فيها البلدية فيها المحامي فيها قاضي التوثيق فيها كاتب الضبط فيه تسجيل صحاب التسجيل ديالها قادير وكان بعدا كيندي وحدة راه ما قلتها راه كانت حكمت عليهم المحكمة في 98 حكمت عليهم المحكمة بالإفراغ على با الإفراغ لأن كان با خدام في الأرض هو منصارة وحكمات عليهم المحكمة بالإفراغ وقف الشغل وكيفاش حتى ما تبهم وهاد الناس راه دايرين غير التزوير راه ما عندهمش شي رسم ديال العقار ما كاين شي واحد اللي يسلم ليهم بأن هذيك الملكية ديالهم وكنتحمل المسؤولية كنتحمل المسؤولية يا سيدنا يا سيدنا كنطلب من الله ومنك تخرج هاد التحقيق ويخرج ليا هاد العقارات ديال المافيا كنطلب منك يا سيدنا راه مافيا راه مافيا ديال الدولة هادو راه كبار راه ما جات شي واحد اللي ما خدام مع الدولة إنما كلشي غير خدامين كاينة البلدية كاينة المحكمة كاينة العدول كاين كاين وكاين 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 أنا جيت من أكادير لعند سيدنا ما بقى عندي حتى شي باب ما خليتهاش من باب ما خليتهاش من إدارات من 2017 وأنا كنقف في المحاكم يومنا هذا راه باقي المحكمة كاينة ولكن ما كاين حتى شي حاجة اللي هي النتيجة بنيت دائما كنقول اليوم غدا غادي نتلقى مشي القضاء وانا داير الثقة في القضاء كاينين الناس من القضاء النزيهين كنطلب من شي قاضي يعرف بيني وبين الله ويشوف حالتي اللي كنوقف وكيوقف عندو الشكايات كيدوزو في يديه يعطي الحق جات لي الرسالة من النيابة العامة كتقول بأن ما هو توجهنا رسالتكم وجهت إلى السيد وكيل العام ديال أكادير مشيت 2000 توجهت 2000 توجهت نهار 13 شهر 9 هاد شهر 9 مشيت للمحكمة كنطلب مشيت عديتهم البورتابل ديالي فاش لاحوها ليا قال لي ما كايناش تكرفصت ماشي تكرفصوا عليا باش يقول لك واحد المخزني خرجي ما تمثليش علينا واش المحكمة كاين شي انسان كيطلب فيها حقه ويقول لك واحد انسان خرجي ما تمثليش علينا على انا ممثلة واحتراماتي ممثلين احتراماتي مغنيين هاد الناس هادو راه لا اله الا الله هاد الناس راه كيضربوا على ما يبينوش شي عدول ما يبينوش القاضي التوثيق انا كنطلب هاد القاضي التوثيق كنطلب القاضي التوثيق يبان ياك هو صاد به العدل في المحكمة قال لي كاين القاضي التوثيق كاين كاتب الضبط كاين تسجيل في أكادير أبا أعطيهم ليا خرجهم ليا أعطيني شي رسم باش نوضح حتى أنا راسي وتوضح البنت الجالية المغربية توضح راسها باش تبني
بينا هي هاد اين هو حق الدستور عباد الله؟ انا بنيت بنتي ما بنات وقفوها قالوا لي هلا ممنوع. دابا انا راه واخا بنيت انا راه ما كاين لا ما راه شتي كلشي. انا بنيت ديك صافا 2011 فاش كاين هذا داك الشيء ديال فاش كيبنيو الناس صافي هذا هو اللي كاين. باش يقول لك واحد الانسان الله يا ودي انا تكرفصت ما راه كتشوف الحاله البرامل كتشوف الحاله ديال الماء كتشوف ولادي كيتكرفصوا ها كتشوف البنت كتجي واحد انسان من اوروبا وكيجي باش يدير المستقبل ديالو في بلادو وجات باش تكرفص. حسبنا الله ونعم الوكيل. انا راه مليت